السلام عليكم شباب، معكم اخوكم بروفيسور. اليوم راح اعطيكم نبذة سريعة عن الخريطة الجديدة مالت اوفر واتش باسم باريس. في هواي شغلات حلوة عجبتني، وتشوفوا معاي شنو فيها. نظام خريطة باريس راح يكون الاسولت، اللي هو لازم تستحل المنطقة A بعد المنطقة B. لعبت الخريطة 3 جيوم، اقدر اقول في شخصيات صعب انك تلعب فيها لان الخريطة اماكنها صغيرة وفيها غرف او اماكن مسكرة وايد، مثلا كويدو ميكر ما تقدر تطق وايد فيها ولا راح تحصل دمج فيها. خلكم من الجيم بلاي الحين شويه، في شغلات وايد حلوه لاحظتها بالخريطه. رود هوج وجانكرات اساميهم صجيه، بتلقونهم بالمخفر بالخريطه. لما تروحون سيده راح تلفون يسار، راح تشوفون مخفر لونه ازرق او غرفه لونها زرقاء، هذا هو المخفر. راح تسمعون الشرطه يقولون اساميهم وتلقونهم بشاشه. اسم رود هوج ماكو روتليج، يعني الاسم صعب علي، بس المهم انه اسمه ماكو. واسم جانكرات جيمسون فوكس. راح تسمعون الشرطة يقولون اساميهم، اعتقد لهم سالفة لما راحوا باقوا الجانكر تاون فحطوا اساميهم كل الدول كنا وانتد او شيء كذي. فخوش شيء وحلو اني عرفت اسم حبيبي راد هاج. وفي شيء وايد عجبني وانا قاعد افرفر، لقيت بيانو. اي نعم بيانو. اول شيء ما كنت استوعب قاعد طق طق عادي، بعدين استوعبت ان في كل طقه فيها نغمه غير عن الثانيه. يعني تخيل الموضوع انك تقدر تعزف اي شيء تبي بالبيانو الموجود باللعبه. بالرسبون الاول قلنا ان في بيانو، زين بالرسبون الثاني في شيء وايد احلى. انتوا ربعك تقدرون تقعدون بالطاولات الموجوده بالرسبون الثاني تسمعون وحدة اسمها لونا تغني، آلية موجودة هناك، طبعا هي من نفس كذي زنياتية موجودة واقفة، تلقونها قاعدة تغني وصوتها حلو والاغنية هم حلوة. اقعد مع ربعك سولف وكذي، اخذوا عطا، تنفون قاعدين بالديوانية وسمعوها وطنشوا اللعبة. اتمنى نال اعجابكم الفيديو يا شباب، واي شيء طافني بالخريطه اتمنى انكم تكتبوا بالكومنتات تحت، ولا تنسون زر الشير واللايك والسبسكرايب، ومع السلامه.